ووصل للجميع هذه تكتيكات عسكرية. أخي المواطن أينما كنت العسكرية تبنى، الخطة العسكرية تبنى أولا على السرية، تبنى أولا على أو ثانيا على المناورة. المعركة هي عبارة عن مجموعة من المناورات، مجموعة متعددة من المناورات، وكذلك المعركة هي مجموعة من الخطط أمام القادة، قادة غرف العملية، أمام القائد العام، أمام قادة غرف العمليات، وأمام غرف العمليات الصغرى. هناك مجموعة من الخطط توضع وتعطى حرية لغرف العمليات لاختيار الخطة المناسبة لتنفيذها على الأرض، وهي الخطة التي تحقق الأهداف، تصل إلى الأهداف بشكل جيد بتحقيق المهام والواجبات بدون أو بأقل خسائر، بأقل مجهود حربي يصرف أو يبذل في هذه الخطة. وبالتالي ما ترونه في هذه الحرب من 2014 عبارة عن مجموعة من الخطط العسكرية توضع، تدرس بشكل جيد، بخبرة، بكفاءة عسكرية، بكفاءة قتالية، بكفاءة إدارة المعركة وإدارة النيران، وبعد ذلك يتم التنفيذ من غرف العمليات. هذه الأشياء أنا متأكد أن العدو لا يفقه فيها شيئا على الإطلاق، وبالتالي نحن لا نبني الآن في خططنا على احتلال أرض، لا نبني في خططنا على سبيل للسيطرة بالقوة وفرض القوة النارية الكثيفة على الأرض وخاصة في طرابلس، نظرا لكفاءة أو الكثافة السكانية، ثانيا والأهم من ذلك نظرا لقواعد الاشتباك الصارمة التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. وثانيا نعمل من كل مراسل القوات الفضائية، من لديه استفسار فليتفضل، نحن موجودين على مدار الساعة، من لديه غموض في جانب معين عليه أن يتصل بنا، ولكن أن يسرح هكذا في قنوات دولية وقنوات معتبرة جدا وموقرة، ونحن نحترم هذه القنوات بتصريحات خاطئة، ويضع هذه القناة في إحراج بعد ساعة واحدة، يضع هذه القناة في إحراج ويضع المتلقي في نوع من التفكير السلبي الذي لا يجب أن يكون على الإطلاق. وبالتالي نحن سنذهب مباشرة الآن إلى خرائط العمليات، نحن اليوم لدينا خرائط العمليات، ولكن المؤتمر القادم انتظرونا جيدا، المؤتمر القادم فيه مفاجأة كبيرة جدا، ولكن هذه المفاجأة ليست خاصة بالعمليات، إلا إذا كان صار تطور في العمليات سنكون معكم، ولكن المؤتمر اللي كنا نعدوه له بعد رمضان هو مؤتمر تتبع التكفيريين والمتطرفين وجرائمهم الأخيرة. آخر جريمة هي اغتيال أحد مشايخ الأشقاء والأخوة الأمازيغ، هذا الرجل البطل الوطني الذي تم اغتياله في الجبل الغربي، من الذي اغتاله؟ هذا بإذن الله ستلقوه في المؤتمر القادم، ونتمنى من الكل يتابعني، لأن هناك محاولة زرع بذور فتنة في هذا الموضوع، ولكن سنعطيكم بالأسماء من الذي خطط ومن الذي نفذ ومن الذي قام بالتغطية الإعلامية على هذا الموضوع. الآن نذهب إلى خريطة العمليات لمناطق الساخنة الآن، اللي هي منطقة من الوشكة إلى حدود تونس.